بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الباقي عثمان عبد العال، مزارع بقرية الرفدي. نتكلم علشان اشكال الملح. الملح حاليا عندنا زراعة القصب تلفت، دافعين الفلوس من 6 شهور وما فيش ملح وصلني. من المسؤول عن هذا العمل؟ انا دافع فلوسي من 6 شهور عشان ما يوصلنيش الملح، وعشان الزراعة ابعتوا بتوع الزراعة يجي يشوفوا القصب. ايه وضع القصب؟ القصب ولك، وبعدين تجي عاوز محصول وعاوز انت. كذلك برضو نتكلم عن الجمعيات التعاونية. الجمعية التعاونية دي ام الفساد، لان انا دافع فلوس من 6 شهور او 7 شهور، الفلوس دي العادي بتاعها راح فين؟ لما نادى بتاع الجمعية بديل، احنا من وقت الملح ما تحول على الجمعيات والمزارعين بتقاسي، عاوزين الملح يرجع تاني البنك الزراعي. لو رجع الملح البنك الزراعي اللي معاه فلوس معاه يصرف، ما معهوش فلوس يبقى ياخد سلفة من البنك وبيجيب ملحه، وما فيش حاجة اتأخرت. نطالب بسيادة الرئيس ان يتدخل في هذا الموضوع، اذا كان وزير الزراعة ولا المسؤولين بالنسبة للزراعة امروا على القصب يشوفوه. الموظف اللي قاعد ده بتاع الزراعة اللي قاعد في الجمعية، امروا يشوف القصب ده ليه ما خدش ملح. ده المفروض في مرور من الزراعة يوميا على الزراعة على الزرع، يشوف المحصول ده في ايه والمحصول ده في ايه وده في ايه. ولكن بصوا، نلقوا احنا نطالب حاليا انه ترجع الامور كما البنك التنمية الزراعي. ده بنك التنمية بيدي المبلغ اللي معاه فلوس بيدفع ياخد الملح، ما معهوش بياخد سلفة ويجيب الملح. اما فشل الجمعيات التعاونية دي فشلت ولا تصلح دي اللي حطمت المزارعين. المزارع النهارده معايا غير اللي معاه قرطين، يا دوبك معايا ياكل منهم عيش. ايه اللي معاه؟ هو واولاده واسرته. عاوز الحاجه بتاعه، عاوز محصوله ده، عاوز ينتج. ينتج منين؟ ما فيش كيماوي. اجيب كيماوي بالغالي ما مقضيش شيء. والحياه ربنا يعلم به. نطالب سياده الرئيس في هذا الموضوع.